انتوا في النادي الاهلي وانت كلاعب في ايوه النادي كنت في النادي الاهلي ما عندكوش الرفاهيه بتاعت ان انا اتبسط بانجاز او مكسب هعمله، خالص. وبالتالي فرحت الليله اللي انت بتفرح فيها اللي انت بتكسب فيها ومطالب انك تقفل الموضوع ده. والقصه دي قاسيه جدا جدا لما بيكون عندك كمان ماتش تقيل بعديها، ماتش الهلال، ماتش فيه شحن معنوي كبير، كلام كتير، تفاصيل كتيره، الماتشات هناك ما بتبقاش سهله، صح. حاجات كتيره شبه كده. هل اللعيبه فضلت شويه في نشوه الانتصار من كتر التركيز في المعترك بتاع البطوله كاس العالم للانديه، ولا هي الفكره انه الماتش بصعوبته بشده بشدته بالحاجه هي اللي اثرت؟ لا لا، هي التانية دي، التانية مش الأولى. لا لا لا، طول عمر لعيبة النادي الأهلي أو منظومة النادي الأهلي كله ما بيشبعوش من البطولات أيوة من مش زمان. بيشبعوش، ما بيشبعوش، بس الأهلي بقاله فترة يرجع من مثلا كسبان بطولة أفريقيا يلعب، يرجع الماتش اللي بعديه يتعادل يتعادل يتغلب، يتغلب. دي من زمان يا إبراهيم، من زمان. دي من زمان. أي بطولة بتاخدها أو أي مركز بتحققه تاني ماتش دي كانت على وقتكم برضه. على إحنا أنا طب أعتقد ده إن ما إحنا لفتش كنا انتباهك إنه الموضوع ده محتاج ان الناس تقف طبعا عنده شويه؟ بالظبط. هو المدرب بيتكلم، مدير الكوره بيتكلم، اللعيبه مع بعض بتتكلم، خلاص نسينا وقفلنا الصفحه والكلام اللي بيتقال ده عادي. لا لا، انت يعني بعد مثلا رجعوا كاس الامم او كاس البرونزيه مثلا، انت بتروح بلدك او بتروح بيتك او بتروح عيلتك، بتقعد عايش فرح يوم واتنين. انت شفت انت بتاع كاس الامم لما رجعوا محمد عبد المنعم لما راح البلد، شفت الاحتفالات بتاعته. ايوه ما هو الاحتفالات دي مش بس راحوا البيت عنده في الدوار وقعدوا وفتحوا وجابوا، والحاجه عملت الفطير المشلتت والدنيا انت جعان؟ شويه والله جعان، وانت جعان. انا جعان والله. طالما قلت فطير مشلتت اصل انا بحبه قوي. المهم فتلاقي الولد راح يوم واتنين دماغه برضو ايه، مع ان النهارده عبد المنعم حاجه محترمه، طيب يعني قله التركيز، تركيز قله التركيز دي سببها انه الاهلي لسه راجع من انجاز 20 30% 20 30% وتخش بقى معاها والباقي 40 50% يا كابتن. الظروف بتاعت المباراه، اللعب في السودان صعب، صعب جدا، ده كويس ما فيش جمهور. فرقه الهلال فرقه من فرقه مصنفه زعماء السودان، سيبك على الورق ان السودان بتمر بظروف صعبه في الكوره من بعد كاس العرب وكاس الامم، الدنيا عندهم هلال ومريخ، حتى المريخ طالب يلعب هنا، فالظروف على الورق كلها الاهلي يكسب. الاهلي ما استغلش الحته دي، وانا بقول الاهلي النهارده خسر بونتين مش كسب بونت. لو الماتش رايح جاي زي زمان بطوله افريقيا اقول لك حلو النتيجه 0-0 اجي اكسب هنا 1-0، لما انت بالبناط انت عندك لا ليه، لما فاق شويه، لما داس شويه، لما تخلى عن الحرص شويه، جاب واحده في القايم وكان ممكن بالظبط يخلص بتاعت قفشه يعني كان التغييرات ممكن اللي حصلت يخلص. يعني. بص الاهلي في ميزه بقى له فتره ما بيخش فيه جوان سهله، الستاره اللي معموله بتاعت حمدي وديانج والسوليه مع الاربعه الديفنس فايقين، الله اكبر، عبد المنعم بدخوله كمان، مع كان قبليه رامي ربيعه فايق، ياسر ابراهيم ماشي كويس، كان قبليه ايمن اشرف، طرفين، فالحته دي مخليه الاهلي ما يخش فيه الجون بسهوله، فعشان كده هو لو ما جابش مش هيتغلب، انت فاهمني؟ صحيح صحيح. بس الاهلي عنده ماتشين صعبين، يعني عنده صن داونز رايح جاي، ده ماتشين مش سهل. المريخ برضو هتلاقيه في هما هيلعبوا الماتشين هنا، ممكن الاهلي يعدي في الحته دي.